لماذا يرتدي الجنود الأمريكيون العلم الوطني معكوسا على بدلتهم العسكرية؟ في سنة 1968 قرر الناشط السياسي اللاسلطوي والاشتراكي الأمريكي أبي هوفمان أن يقتحم ملتقى اللجنة البرلمانية للنشاطات المعادية للقومية الأمريكية في العاصمة واشنطن، وكان مرتديا قميصا يبرز العلم الأمريكي. سرعان ما أحاطت عناصر الشرطة بالناشط المثير للجدل هوفمان، وقاموا بتمزيق قميصه واعتقلوه بتهمة تدنيس العلم الوطني الأمريكي. تعتبر عملية اعتقال هوفمان مشهورة اليوم على وجه الخصوص، لأنها على الرغم من أنها قد تبدو حركة غير وطنية بالنسبة للبعض، فإن ارتداء العلم الأمريكي أو حرقه أو إهانته بأي طريقة من الطرائق لا يعتبر في نظر القانون خرقا لأي من قوانين الفيدرالية. في سنة 1989 حكمت المحكمة العليا بأن متابعة أي شخص بتهم من هذا النوع سيكون عملا غير دستوري، ومع ذلك يعتز الأمريكيون كثيرا بقوميتهم ويحترمون علمهم الوطني جدا، لذلك وضعوا له قواعد وقوانين صارمة تحدد الطريقة التي يتم بها عرضه. وفقا لقانون العلم الوطني الأمريكي الذي نشر أول مرة سنة 1923، لا يجب أن يلمس العلم الوطني الأرض، ولا يجب أن يرفع مقلوبا، وبينما لا يوجد هناك نص صريح يمنع عرضه معكوسا إلى الخلف، ربما تعتقد أنه من الآمن اجتناب هذا الأمر أيضا. ومع ذلك يتم عرض رقع العلم الوطني الأمريكي على أكتاف البذلات العسكرية لبعض فروع الجيش الأمريكي، والعلم معكوس والعلم معكوس فيها. فبينما يجب أن يكون مستطيل النجوم على يسار الملاحظ، تراه في هذه البذلات على يمينه. ألا يعتبر هذا عكسا للاتجاه الطبيعي للعلم الوطني الأمريكي؟ لا يا عزيزي المتابع، الأمر ليس خداعا بصريا ولا خرقا للقانون، بل يتعلق الأمر بالسارية التي من المفترض أن العلم مرفوع عليها. فعندما يمشي الجندي ببذلته وهو يحمل في كتفه علما معكوسا، يمنح هذا الملاحظ أو الناظر انطباعا بأن العلم يرفرف بفعل نسيم يحمله إلى الخلف، مع كون مستطيل النجوم على يمين العلم يجعله يبدو هذا وكأنه يرفرف خلف حامله عند سيره، تماما مثل ما قد يبدو عليه عندما يحمل على سارية في أرض المعركة وهو ما تبينه هذه الصورة. أما لو تم وضع مستطيل النجوم في مكانه الطبيعي على يسار العلم، سيجعل هذا العلم يبدو وكأنه يرفرف إلى الأمام، كما لو تم رفعه من جهة الخطوط وليس من جهة مستطيل النجوم على سريته. تم توضيح وضعية العلم على أكتاف البذلات العسكرية في القانون العسكري 1670، الذي يشير إلى أن مستطيل النجوم يجب أن يكون على جهة اليمين. فورد في القانون: يجب أن تلبس رقعة العلم الوطني الأمريكي سواء على الكتف الأيمن أو الأيسر بطريقة تجعل مستطيل النجوم ناحية الأمام أو على يمين العلم في حد ذاته. عندما يتم ارتداء العلم بهذه الطريقة يكون على يمين الملاحظ، ويمنحه انطباعا بأن العلم يرفرف في الهواء مع تقدم حامله نحو الأمام. أما فيما يتعلق بإدانة هوفمان فقد تم إبطالها بعد أن طعن في الحكم واستأنف المحاكمة سنة 1970. وفي نفس السنة دعي إلى معرض فني على علاقة بالعلم الوطني الأمريكي من أجل إلقاء كلمة، فلبى الدعوة وقدم قدم مرتديا قميصا بالعلم الأمريكي لتلك المناسبة أيضا.